Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا اليوم. ودرس اليوم سيكون عن المشكلة التي يعاني منها بعض الناس، وهي: يا أستاذ، يوجد لدي بعض الكلمات الإنجليزية أو الكثير من الكلمات الإنجليزية، لكنني لا أعرف كيف أستخدمهم في جمل أو في أسئلة، لا أعرف كيف أستخدمهم باختصار، فأجد مشكلة ولا أعرف كيف أستفيد من هذا العدد من المفردات الإنجليزية التي بحوزتي. اليوم سأعلمك كيف تستخدم أي كلمة إنجليزية موجودة معك، سواء كلمة كانت بسيطة أو كلمة متقدمة. يعني العملية هي بسيطة جدا، ولكن لا يعرف أغلب الناس أن العملية أسهل مما يتوقع، وسأثبت لك اليوم إن درس اليوم ستستفيد منه جدا، لأنه لم تكن تعرف هذه المعلومات البسيطة والأسرار الخفيفة اللي ممكن تفيدك، وإن شاء الله يعني تجعلك تستفيد من المفردات التي بحوزتك في اللغة الإنجليزية. طبعا أغلب الناس لابد أن يكون لديهم كلمات، حتى الطلاب الذين لا يعرفون الحروف الإنجليزية. يعني إذا كنت في مطعم ستجد مكتوب restaurant. المطعم من الأشياء التي نذهب إليها يوميا، كذلك الهوسبيتال المستشفى، هذا أيضا من الأماكن اللي بنسمعها دائما ونجدها في الشوارع. الفارماسي الصيدلية أيضا من الأماكن التي نراها يوميا. سوبر ماركت كلمات كثيرة نجدها موجودة أمامنا في الحياة، سواء كأسماء أماكن أو أفعال أو صفات. فهنا يحتاج الطالب أو تحتاج أنت أن تعرف كيف تستخدم هذه الكلمات. يا سيدي، أنت كل ما عليك فعله عندما تجد كلمة يعني أنت تريد أن تستخدمها في اللغة الإنجليزية، فقط حدد لنفسك واعرف ما هو نوع هذه الكلمة. فقد يسأل سائل: ماذا تقصد بنوع هذه الكلمة؟ يعني هل الكلمة التي معك هذه هل هي اسم أم صفة أم ظرف أم حرف جر أم فعل؟ يعني ما هي هذه الكلمة؟ فقد يجيبني أحد: أنا أعرف يا أستاذ كيف أميز بين هذه الكلمات. الاسم يعني مثل الصبورة، القلم، الرجل، المرأة، الشركة، السوبر ماركت، الصيدلية، المستشفى، كل هذه أسماء. يعني كل شيء موجود في الدنيا له اسم، فسمي باسم سميت هذه الأسماء. جميل، البعض يقول أسماء مثل مراد وعبد الله ومحمد، لا، يتركك من هذه الأسماء، نحن نتحدث مثلا على الأسماء اللي موجودة في الحياة، وإن كنا سنستخدم حتى مراد وعلي ومحمد. طيب، والصفة أو الاسم، الاسم ما هو الاسم؟ قلنا الشيء الموجود في الدنيا. الصفات وجدت لتوصف هذه الأسماء، يعني أنت تصف المطعم هذا الريستورانت أنه جيد، فتقول good restaurant، مطعم جيد، مطعم كبير، مطعم صغير. جميل، حلو، لحد الآن لم ندخل في صلب الموضوع، أنا أمهد للموضوع حتى أسهل لك العملية. والفعل، الفعل هو كل ما فيه حركة، يأكل ويشرب ويجري وينام ويأخذ، وتركز أن في اللغة العربية عادة ما يبدأ بالياء. يا أستاذ مراد، أعطيني الخلاصة، أنا عندي مثلا ثلاثة أفعال مثل الفعل مثلا live، أنا أراه مثلا وأرى living، وأرى مثلا lived. أنا يعني لا أعرف كيف أستخدم هذه الأفعال. مثلا هذا فعل الآن، يعني سنأخذ الاسم والصفة، لكن بدأنا بالفعل. يا سيدي، أنت live أوتوماتيكيا تعرف أن معناتها يعيش، وإن كنت لا تعرف فعليك أن تبحث في القاموس. فإذا عرفت أن كلمة live يعيش وتريد أن تستخدمها، ضعها في جملة عربية بشكل سريع، فتقول مثلا: أنا أعيش في جدة، هو يعيش في ماليزيا، هم يعيشون. الذي أريدك أن تعرفه أنه إذا هذا كان فعل، هذا فعل، فحتما ولا بد، سواء كان في المضارع البسيط أو المضارع المستمر أو في الماضي،
لابد أن تضع في حسابك أن هذا لابد أن يأتي قبله الفاعل السابجكت. ما معنى السابجكت؟ السابجكت يا سيدي هو الآي، أنا، هي، هو، شي، هي، يو، أنت أو أنتم، they، هم، وي، نحن. فهذه الكلمات عادة ما تأتي قبل الأفعال. الأفعال يعني أنت لماذا أخبرتك؟ حدد نوع الكلمة التي معك. فحددناها هنا أن لدينا أفعال، live، فعل. فالقاعدة تقول أنه قبل الفعل هذا لابد أن يأتي فاعل، والفاعل I وهي وشي وإت ويو وذي ووي كما أخبرتك، أو ما ينوب عنهم. وما ينوب عنهم مثلا فاطمة، ليلى، محمد، محمود، سامي، سارة. فلابد أن تأتي قبلهم بفاعل. فكما أخبرتك أنت تخيلت جملة، فأنا أعيش، I هذا الفاعل، وأعيش، live، أنزلناها كما هي، إن، في، واذكر ماليزيا ولا اسطنبول ولا أي مدينة. جميل، هذا الفعل الأول، استخدمنا هذا الأول. جميل، تستطيع أن تغير الآي إلى هي وشي وإت ويو وذي، يعني عدة جمل. طيب وليفينج، ليفينج هذه مدام يوجد فيها آي إن جي هي فعل، هذا فعل وفعل وفعل، بس هذا طالما أنه يوجد فيه آي إن جي فلا بد أن تكون في الجملة am أو is أو are. فهنا I am living in ماليزيا أو اسطنبول. قد يقول أحدهم ما هو هذا أنا اللي خربطني يا أستاذ، أن أنا أرى الفعل له عدة أشكال، يعني مثلا live living lived، cook cooking cooked، plant planting planted، train training trained. يعني مش عارف أنا يعني كيف أستخدم هذه الأفعال وعندي هذه الكلمات موجودة لكن أنا لا أعرف كيف أستخدمها. فلذلك أنا وضحت لك أنت إذا وجدت الفعل بدون ing لا تحتاج أن تضع لا am ولا is ولا are. أما إذا وجدت ing في الفعل أي فعل فلابد أن تضع للفعل am أو is أو are على حسب الفاعل، الآي مع الام، هي وشي وإت مع is، ويو وذي ووي مع are. فأصبحت هنا. طيب وهذا الفعل lived، عاش، هذا فعل في الماضي، طالما أنه يوجد في ED فهو في الماضي. فكما أخبرتك ستضع الفاعل قبله ثم تضع lived، أي lived، أنا عشت في ماليزيا أو اسطنبول. طيب ما الفرق؟ أنا أريد أن أعرف ما الفرق. هذه الجملة الأولى أنت تتحدث عن عادتك، أنا أعيش في الدولة الفلانية، خلاص هذه عادتي. والجملة الثانية I'm living هذا مضارع مستمر، وعادة يتحدث أنها فترة مؤقتة، يعني الآن أنا عايش لفترة مؤقتة حاليا وأنا أكلمك أنا عايش في دبي أو في اسطنبول أو في ماليزيا، لكن مش على طول، بس فقط فترة محددة ثم سأعود إلى وطني أو إلى البلد اللي أنا عايش فيها على طول. وسأقول لك عندما أعود مثلا أنا الآن في دبي، عايش في دبي شهرين ثلاثة يعني فترة مؤقتة، فسأقول لك I am living in Dubai، I am living in Dubai. لكن لماذا استخدمت هذه الجملة؟ لأنني فقط سأعيش شهرين ثلاثة أشهر فترة مؤقتة، عندي عمل فترة مؤقتة أو دراسة. عندما أعود إلى بلدي مثلا إسطنبول أو ماليزيا أو أيا كانت سأقول لك I live in إسطنبول، يعني هذا الشكل الدائم، يعني أنا بشكل دائم أعيش في هذه البلد يعني، لكن هذه حالة مؤقتة. وهذا طبعا في الماضي I lived، أنا عشت in دبي، بعد ما أنا رجعت من دبي بشهرين بثلاثة وأخبرك أنا عشت في دبي I lived in Dubai، وأستطيع حتى أن أقول for three months لمدة ثلاث أشهر أو غيره. نفس الطريقة نأخذ فعل آخر كتدريب، مثل أيضا مثلا plant. plant تعني يزرع، planting في المضارع المستمر، و planted في الماضي زرع. نفس الطريقة ستقول I ولا they، إذا أردت أن تستخدم they هم، plant يزرعون flowers الزهور أو، تمام. إذا أردت أن تستخدم planting ستقول they are، ستضيف فقط ال r وستضيف للplant ing، ستصبح they are planting flowers. وهذا الشيء يحدث أمامنا الآن، يعني شيء مضارع مستمر، احنا بنتحدث على شيء بيحدث في نفس اللحظة من الكلام. اما planted فستقول they are، ستنزل plant ستضيف فقط ed، يعني ستصبح
they planted. هم زرعوا وتنزل flowers سواء هنا أو هنا. هم زرعوا الزهور. ما يهمني أنك تعرف أولا قبل كل شيء ما نوع الكلمة التي معك. احنا أخذنا أفعال الآن فعلين. ثاني شيء اعرف كيف تكون الجملة. إذا كان فعل لابد أن تأتي قبله فاعل لابد. ثلاثة، هل هو في المضارع أو مضارع المستمر أو الماضي، كيف نستخدمهم. تمام، هذه ثلاث النقاط والعملية بسيطة جدا. طيب لو مسحنا وحاولنا نأخذ يعني صفات، يعني أنت الآن تريد أن تأخذ صفات أو أسماء، فهذه الصفات مثلا فلنفترض أنك تريد أن تستخدم مثلا الصفة beautiful. أنت لديك كلمة beautiful، كلمة beautiful تعني جميلة، وأنت تحفظ، أنت درست هذه الكلمة أو سمعتها فتريد أن تستخدمها. ماذا أخبرتك في السابق؟ اعرف ما هو نوع الكلمة هذه. نوع الكلمة هذه صفة ليست فعل. جميلة، جميلة أو جميل صفة، جميل. يا سيدي إذا كان الكلمة اللي معك صفة فاعرف أن الصفة تستخدم أكثر شيء بعد الآم، تأتي بعد الآم، بعد الإز، بعد الآر، بعد الواز، بعد الوير. وقد يقول أحدهم يعني ما هذا، هذه أفعال كينونة للمضارع وهذه للماضي، فالماضي من الآم والإز هو واز، والماضي من الآر هو وير، يعني نفس العملية. أكون كنت، تكون أو يكون كان، يكون كانوا. هنا تأتي الصفة adjective، يعني أنت إذا معك صفة beautiful ستضعها هنا، فستقول مثلا I am beautiful، she is، هي beautiful. العملية بغاية السهولة. أنت تريد أن تصف شيء غير عاقل، دولة أو مدينة أو سيارة، it is beautiful. طيب أنا أردت أنه يوجد لدي صفة، هذه الصفة مثلا هي difficult، difficult وتعني صعب، صعب، وتريد أن تستخدمها، أليست هذه الصفة؟ نعم، تستطيع أن تستخدمها في المضارع أو في الماضي. تمام، يعني أنت هنا أيضا كنت تستطيع أن تقول I was، أنا كنت جميلة، أو she was، هي كانت جميلة، أو it was، هي كانت جميلة. فإن كانت am، I am beautiful يعني في المضارع، I was في الماضي، she is هي الآن جميلة، she was هي كانت جميلة وكبرت في السن وراحت عليها. difficult كلمة تعني صفة صعب، صعب، فأريد أن أستخدمها. لاحظ أنه كلمة صعب يعني عادة ما بنستخدمهاش في للبشر، يعني لا تقول أنت صعب، يعني نادر تستخدم هذه العبارة، لكن تقول الامتحان صعب، الوضع صعب، السؤال صعب، يعني بتوصف عادة كلمة صعب توصف غير عاقل. فممكن تقول مثلا the test، الامتحان is difficult. قد يقول أحدهم أنت قلت تبدأ الجملة بفاعل، لماذا بعد بدأت هنا بتست؟ ما هو التست هذا هو بدل الإت، يعني أنت دائما تعيد الكلمة، التست هو امتحان، الامتحان غير عاقل فهو يرجع إت، ولو جمعناها تيستس الامتحانات هي هتكون مثلا the tests، وسنضطر نقول are difficult أيضا، هي بدل they. وكما أخبرتك جملتك تبدأ دائما بفاعل أو ما ينوب عنهم، يعني ما ينوب عنهم علي هي، فاطمة شي، الاختبار تيست أو القطة it، tests الاختبارات أو القطط they بدلهم. فأنت الآن ركز إنه العملية أصبحت بسيطة، أنت الآن عندك كلمات تستطيع أن تستخدمهم بسهولة، استخدمنا بالفعل واستخدمنا الآن صفتين أو حتى أي صفة تريد أن تستخدمها، مثلا difficult صعب، easy سهل. لو أتينا هنا وكتبنا كلمة easy ستصفها it's easy، أو تستطيع أن تقول
it's difficult. يعني أنت تستطيع أن تقول the test is easy أو it's. يعني بدل التست تقول it's. يعني أنا عشان ما خربطكم ما فيش داعي أكتبها هنا. أنا ممكن أكتب it's easy أو it's difficult. يعني كما تلاحظوا أنتم الآن العملية إنه هذه صفة فتستطيع إنك أنت تستخدم قبلها فاعل وهذا فاعل it's أو تستخدم ما ينوب عن الفاعل the test أو it. فلذلك العملية بسيطة جدا. لو أردنا أن نستخدم أسماء يعني الآن أخذنا الصفات وأخذنا أفعال الأسماء كما أخبرتك مثلا مثل الهوسبيتال المستشفى أو اليونيفرسيتي الجامعة. فلنفترض أنه يوجد لديك مثلا كلمة هوسبيتال وكلمة مثلا يونيفرسيتي جامعة. أنت تريد أن تستخدم هذه الكلمات من أبسط ما يكون. يعني عادة الأسماء أو أغلب ما تستخدم الأسماء حالتين، يا تأتيك مفعول به يعني ماذا أقصد مفعول به؟ يعني الجملة أنت تتكون الجملة دائما من فاعل، مشهور أن احنا الجملة تبدأ بفاعل ثم فعل ثم مفعول به. يعني المفعول به عادة يكون الاسم، يعني مثلا أنا في المستشفى أو أنا أحب هذا المستشفى أو أنا يعني رقدت أو نمت في هذا المستشفى. فعندما تقول I like أنا أحب this hospital هذا المستشفى، أنا أحب هذا المستشفى. ركز إنه نفس الطريقة لو كان عندك أسماء أخرى. إحنا هنرجع للموضوع الأصلي اللي أخبرتك عليه، اعرف نوع الكلمة اللي معك. هذه طلعت اسم هوسبيتال اسم، وبيوتيفول صفة، وديفيكالت صفة، وإيزي صفة، لكن هنا اسم هوسبيتال، سوبر ماركت اسم، يونيفرسيتي الجامعة اسم، تيتشر اسم، كمباني شركة اسم. طيب عندما أنا خلاص عرفت أميز ما بين الاسم والفعل والصفة، كما أخبرتك بالنسبة للفعل يأتي قبله دائما فاعل I like I سواء مضارع أو ماضي، والصفة عادة تأتي بعد الآم والإز والآر في المضارع أو واز وير بمعنى أنا أكون وضع الصفة أو أنا كنت. الأسماء عادة تستخدم يعني كمفعول به. ما معنى مفعول به؟ مثل أنا الفاعل والفعل يحب والذي تحبه المستشفى، يعني هذا يسمى المفعول به. وتستطيع أن تغير المستشفى إلى I like the university أحب الجامعة، I like the supermarket أو this supermarket أحب هذا السوبرماركت، I like this pharmacy أحب هذه الصيدلية، أحب هذا المدرس this teacher. teacher أيضا مثلا اسم، أنت تستطيع أن تستخدمه كمفعول بالاسم. أيضا تستطيع أن تستخدم الاسم نفسه كفاعل. واحد يقول لا لا تخربطنيش، احنا الآن يلا فهمت معاك انه الاسم هذا يستخدم في كمفعول به في الجملة، صحيح، وتستطيع أن تبدأ به الجملة. يعني الهوسبيتال هو بدل الات، والتيتشر هي بدل الهي، والفارماسي الصيدلية بدل الات. يعني أنت تستطيع أن تقول تبدأ جملة the teacher مثلا the teacher المدرس is smart المدرس ذكي. ركز أنك الجملة بدأتها باسم، هذا الاسم هو بدل الهي، يعني الجملة بدأت بفاعل. يعني الفاعل نفسه اللي دائما أنا أخبركم أنه جملتك تبدأ دائما بفاعل، الفاعل هذا ممكن أن يكون اسم مثل زي كما قلنا علي أو هي the teacher أو هي سلوى سارة أو she the company الشركة أو the supermarket أو the pharmacy أو the hospital أو it ينوب عنها it. يعني أستطيع أن أقول الآن the pharmacy الصيدلية pharmacy الصيدلية is good جيدة is old قديمة. إذن عملية بسيطة، أنا لا أريد أن أخربطك. أنت عندك كلمات، اعرف نوع الكلمة، هذه أول نقطة، اسم ولا فعل ولا صفة. ثاني شيء تدرب أنك أنت تضعها في مثال في اللغة العربية ثم حول جملتك من العربية إلى الإنجليزية كما حصل معنا، واعرف كيف تستخدم أن الفعل يأتي قبله فاعل، الصفة تأتي بعد هذه الكلمات،
الاسم يستخدم إما كمفعول به وإما كفاعل تبدأ به الجملة. هذه العملية بكل بساطة. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، وأتمنى إن شاء الله تستفيدوا منه وتشاركوا مع زملائكم. Thank you very much. Good luck. حظا وفقا أن تسيئ السوء. لا تنسوا رابط قناة الجديدة في الوصف أسفل الشاشة. تستطيع أن تشاهد دروس المحادثة، دروس المستوى الأول مدمجة في قناتي الأولى. مع سلامة الله.